أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف التاسع في الأسبوع الخامس من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن توضح الحيلة التي تبحث الطالب ليقضي على الحمامة، بيان عناصر الصورة الفنية وقم بتمييزها، وأيضا ستتعرف على الضمائر المتصلة وتتعرف على كانا وأخواتها. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنقوم بحل أسئلة درس الحمامة والثعلب ومالك الحزين، وقلنا أن كتاب كليلة ودمنة يحتوي مجموعة من القصص يفضي بعضها إلى بعض، وضعت على ألسنة البهائم والطير. أيضا يجب أن يجري عليه الحكام في حكمهم وسياسة دولهم، وقد سمي الكتاب باسم أخوين من بنات آوى هما كليلة ودمنة. أما أصل الكتاب فقد اختلف فيه المؤرخون، والأرجح أن ابن المقفع ترجمه عن الفارسية القديمة إلى العربية، وهو في الأصل من الثقافة الهندية. إذن عبد الله بن المقفع هو فارسي الأصل، يرجح أنه ولد في بلاد فارس، وكنيته أبو عمرو، وعندما أسلمت سمي بعبد الله وتكنى بأبي محمد. إذن في هذا الأسبوع سنقوم بحل أسئلة المعجم والدلالة عزيز الطالب، وعليك أن تضف إلى معجمك اللغوي مفهوم معنى مالك الحزين، تعهد، غرب بنفسك، دق عنقه. أيضا توضح الدلالة التي يوحي بها الكلمات التي تحت خط، وعليك معرفة أسماء بيوت الحيوانات، وعليك أن تستعين بالمعجم لدون تنسب كل منها إلى حيوان بعينه. ثم ننتقل إلى الفهم والتحليل. فالفهم والتحليل عزيزي الطالب عليك أن تبين الألم الذي ألم بالحمامة فجعلها كاسفة البال سيئة الحال، عليك توضح الحل الذي قدمه مالك الحزين للحمامة، والحيلة التي اتبعها الثعلب ليقضي على مالك الحزين. أيضا بعد ذلك ننتقل إلى التذوق الأدبي. التذوق الأدبي عليك أن تحلل مواقف شخصيات القصة مدللا على كل موقف مما تراه في المواقع. أيضا في ضوء قراءتك للقصة عليك أن تضع عنوان مناسب آخر أدخل عليها شخصية تغير نهايتها، وأضف حدثا في منتصفها يغير مجرياتها، وعليك أن تذكر ثلاث عبارات تعلمتها من هذه القصة، وهل حققت هذه القصة متعة القراءة ولماذا، وتعود بصياغة القصة بلغتك محافظا على مضمونها، تقوم بقراءتها إلى زملائك. بعد ذلك لننتقل إلى قضايا لغوية. قضايا لغوية عليك أن تستخرج من النصوص هي أو من الفقرة فعلا من أفعال الخمسة وفعل مضارعا مرفعا بضمة مقدرة، وتصنف الأفعال أمامك حسب نوع الضمير المتصل بها، مثل زعم، تجعله، أراك، دهيت، عفوا، جاءني، أكلت، وفضلكن. بعد ذلك عزيزي الطالب سيكون درسنا هي كان وأخواتها، وهي أفعال ناسخة ناقصة تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، حيث يكون شبيها بالفعل وتنصب الخبر ويسمى خبرها، حيث يكون شبيها بالمفعول به، وسميت بالناقصة لأنها ناقصة من حيث دلالتها على الحدث، إما بكونها ناسخة فهذا لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر وتغير حكم الإعراب فيها، حيث يمكن تصريف الأفعال إلى ماضي ومضارع وأمر وبعض المشتقات والمصادر، وهذه الأفعال هي كان، أصبح، أضحى، ضل، بات، صار. مثال على ذلك أعجبني كونك مجتهدا. أفعال ناقصة التصرف حيث يمكن تصريف هذه الأفعال إلى ماضي ومضارع فقط، وهذه الأفعال هي ما برح، ما زال، ما انفك، ما فتأ. وأفعال جامدة هي الأفعال التي لا تصرف أبدا، وهما ليس وما دام. أما عن طريقة إعراب كان وأخوات عزيزي الطالب، ذكر سابقا أن كان وأخواتها تدخل نعم على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وعليه بعض الأمثلة الإعرابية لتوضيح ما سبق. أصبح الطقس باردا، هنا أصبح عزيز الطالب هو فعل ماضي ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، الطقس اسم أصبح مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وباردا خبر منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهرة على آخره. شاكرة عزيزي الطالب حسن استماعك وتعاونك.